لذلك هي دعوة لكل قوانا ولكل مكوناتنا أن نذهب موحدين. ونحن في حضرتكم اليوم ونحن نؤكد على ضرورة العمل من أجل استرداد جثامين الشهداء. نقول آن الأوان لهذا العام. ذلك أيها الشهداء نحن على العهد، شعبكم معكم ولن يخذلكم. أما أنتم أيها الأسرى هناك تسمع. سنجوع ونعرى قطعا نتقطع ونسف تراب يا أرضنا نتوجع. تذكر الشهداء والجرحى والأسرى والمبعدين والمشردين في كل بقاع الوطن والشتات والمنفى. يتجدد اللقاء في كل يوم مع الأرض. طبعا هاي الوقفة اليوم اللي موجودة في الكرم هي مؤازرة لثمان وقفات أيضا مشابهة في مجموعة من المدن الضفة الغربية. الهدف من الوقفة هي اليوم إرسال رسالة للاحتلال الإسرائيلي بأننا نرفض موضوع احتجاز جثامين الشهداء ونطالب ولن ننسى جثامين شهدائنا المحتجزة للاحتلال، ونرفض كل القوانين التي تحاول الحكومة الإسرائيلية تمريرها بهدف يعني إيجاد مخول أو مش تشريع احتجاز جثامين الشهداء. فعليا نحن نتحدث اليوم عن 253 جثمانا موثقا لدى الحملة الوطنية. طبعا نحن نعلم أن العدد هو أكبر بكثير، ولكن هذا ما تم توثيقه من قبل الحملة الوطنية بناء على بلاغات عائلات الشهداء أو المنظمات التي كان ينتمي لها الشهداء، إضافة إلى 19 جثمانا محتجز لدى الاحتلال منذ العام 2015. أربعة منهم تم دفنهم في مقابر تابعة للجيش، وبقي ال 15 الآخرون في ثلاجات معهد الطب العدلي أبو كبير. في 30 من آذار، في 30 من آذار، دار الشعب كبار صغار، دار الشعب كبار صغار، ودرب العزة كله اختار، درب العزة كله اختار. وفي 30 من آذار غورباتشوف.